بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم الأول معلق الرياضي محمود بكر، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة رابع يوم في شهر رمضان المعظم، أعاده الله على الأمة الإسلامية باليوم والبركات. لقاءنا اليوم هو اللقاء الثاني في الدورة الرباعية المؤهلة لبطل دوري 2014، والنهاردة بين نادي بتروجيت تاني مجموعة تانية وصاحب الملعب اليوم، والنادي الأهلي أول المجموعة الأولى. الفريقين نزلوا زي ما حضراتكم شايفين، رصيد الأهلي 3 نقاط بفوزه على الزمالك في اللقاء الأول 1-0، وبتروجيت تدخل هذا اللقاء بدون رصيد بهزيمتها 1-4 من نادي سموحة في اللقاء الأول. النهاردة هنبدأ ببتروجيت، صاحبة الملعب محمد الشناوي، لحراس المرمى خط الظهر عمرو حسن، احمد مجدي، بيتر واسامه محمد، نص الملعب محمد عبد السلام، محمد فتحي، محمد شبيطه، احمد الشناوي، سعيد كمال، وفرد لوحده مروان محسن، مصطفى ومصطفى شبيطه. جبت محمد منين انا ما اعرفش. اما النادي الاهلي اليوم فبيمثله شريف اكرامي لحراس المرمى، خط الظهر احمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، صبري رحيل، ونص الملعب كريم بامبو ونبيل مانجا وحسام عاشور ورمضان صبحي، وداوم شويه محمود رزيجيه، وفرد لوحده عمرو جمال. بيحكم هذا اللقاء الطاقم بقياده الحكم الدولي محمود عاشور، وبيعاونه تحسين السادات ووائل مصطفى ومحمد عادل، وعظيمه جايب لنا الملعبين والملعب الاولاني في جريشه حكم للقاء بتاع نادي الزمالك وسموحه، واللي بيعلق عليه الزميل رامي بهجت هنا في سي بي سي 2. رامي بهجت بيعلق على فين؟ على الاكسترا، اما انا فبعلق على سي بي سي 2. حاجه جميله جدا وكده، عامر حسين شتت الناس، وكان المفروض الناس يبقى يفنشوا الدوري بلذه كده ويقعدوا يتفرجوا، انما في تشتيت للجهود بعد مجهود كبير جدا من لجنه المسابقات. انما يعني معلش، في دقيقه احداد في استاد اسكندريه واستاد القاهره اتلعبت مباراه الزمالك وسموحه، واحنا هنا هنذيع مباراه بتروجيت والنادي الاهلي. يا ريت يقول لنا الدقيقه الحداد اللي في اسكندريه على مين، وادي ابدا بس معاه واشوف على كابتن مصطفى شاهين. شاهين كابتن شاهين، كابتن شاهين بقول لك مصطفى شاهين، ما في كابتن شاهين كبير قوي حارس مرمى كبير، اساله كويس، اساله كويس وقول لنا. نبدا عظيمه بقى بصوره واحده عشان ما نتحولش اونطه في اول المباراه، وتقولوا لنا بقى الزمالك هيعمل ايه طالما انا الرئيسي هنا في بتروجيت والنادي الاهلي اللي لسه ما بداش بعد دي احداد. يقولوا لنا بالظبط شاهين مين اللي ادي الحداد على روحه، الله يرحمه ويصبر اهله. وبدات مباراتنا في سي بي سي 2 ما بين بتروجيت صاحب الملعب وصاحب الزي الابيض. يبقى كده تقولوا عبد الكابتن عبد الحميد شاهين احسن حارس مرمى في الستينيات، الله يرحمه الله يرحمه. كانت الدقيقه الحداد دي اللي كانت معموله عليه في استاد القاهره منذ لحظات، الله يرحم الكابتن عبد الحميد شاهين صاحب هدف من الجول للجون في الستينيات، وهو اول واحد جاب من الجول للجون، وله صولات وجولات، وكان مريض في بعض الفترات الى ان توفاه الله. يعني دي يستاهل اكتر من دي احداد. انما إنا لله وإنا إليه لراجعون، كابتن عبد الحميد شاهين حارس مرمى نادي الزمالك العظيم في ذمة الله. نشوف ماتشنا مع بعض وضربة مرمى، وشريف إكرامي يلعبها على طول لمحمد نجيب. محمد نجيب على فكرة فرحان قوي بطريقة فتح مبروك، لأن فتح مبروك مضيق له الخطوط وهو يسعد جدا ويجيد في الخطوط الضيقة زي ما كان بيلعب في الشرطة، فكان نجم في لقائه مع الزمالك، كانت الخطوط متقاربة هو بيتوه في الخطوط المتباعدة. ففتح مبروك بيلعب وعارف إمكانيات لعبته فبيلعبهم حسب إمكانياتهم، عشان كده بيجيدوا حتى الآن. النهاردة بتروجيت مغيرة في أكتر من خط، خاصة في العمق الدفاعي، دفع بأحمد مجدي وبيتر ودوره من في العمق بعد ما كان العمق فيه دبش وفيه يحيى، فبالتالي
بدأ يصلح من أوضاعه. هنشوف أحمد مجدي وبيتر في العمق الدفاعي لبتروجيت، هنشوف محمد عبد السلام اللي دفع بيه في البداية، ثم سعيد كمال دفع بيه في البداية. دول التغييرات اللي عملهم كابتن مختار مختار، أما كابتن فتحي مبروك ما عملش أي تغيير وبيلعب بنفس التشكيل اللي فاز بيه على نادي الزمالك. أدي مصطفى شبيطة ويلعب كرة لأسامة محمد، وهنشوف مروان محسن فرد لوحده لعيب كويس بس دايما بقول عليه كسلان، وهنشوف إيه الحكاية النهاردة. مروان محسن والهجمة لأسامة وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة على عمرو جمال. بقول مروان محسن على فكرة أبوه أو والده كابتن محسن ثروت لعب في النادي الأهلي ولعب في نادي الزمالك وختم بالطيران مع قاسم واسماعيل ريان وسامي أحمد الحكم الدولي، يعني كان لعيب كويس ومروان لعيب كويس بس بقول كسلان. ضربة حرة مباشرة لنادي بتروجيت اللي بادي بداية سريعة، وسعيد كمال بيقول لهم تعلولي شوية كده. سعيد كمال وضربة حرة ومباشرة حلوة قوي 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 قوي، وفرصة هدف لبتروجيت تضيع بضربة رأس كده عمياني. هنشوف مين اللي ضربها لأنه كانت كرة في منتهى الخطورة، ولو جال هدف ده هو رقم 10 مروان محسن هو اللي كان رايح عليها. بيقول لي لا يا كابتن ده أنا لعيب كويس قوي، أقول له ماشي المية تكذب الخطاص. وضربة ركنية لبتروجيت اللي عاوز يخطف النادي الاهلي في البدايه. سعيد كمال مره تانية يلعبها قصيره لاسامه، واسامه لفها حلوه قوي قوي، انما يطلعها سعد سمير، يطلعها مين ده؟ عمرو اللي معاه الكوره ده هو اللي طلعها وتابعها ويلعبها على طول اماميه. وبتروجيت يعني في ذوق جديد خالص 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 عما كان في قدام نادي سموحه. بتروجيت بيدافع عن كيانه، تعرفوا ليه؟ عشان خاطر اي هزيمه ليه هيبقى باي باي بره، ما يلوش اي امل، فبالتالي يحاول انه يتواجد داخل المنافسه اللي فيها الاهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت على بطوله الدوري هذا الموسم. هجمه لنادي الاهلي والمباراه بدات سريعه، واحمد فتحي عرضيه يطلعها على طول احمد مجدي وتنزل الكوره بره الملعب، رمي التماس ويلعبها احمد فتحي. احمد فتحي يلعب الكرة وضغط وبامبو يلعبها لاحمد وياخدها مره تانية بامبو. مشكله بامبو ده راجل يعني على طول اثبت وجوده وخلى الحته دي بتاعته بلا جدال، لعل وعسى يستمر في هذا المجهود. وهي كده النجوميه بتبقى من البدايه، شفتوا ريجرز بتاع في كاس العالم يعني لفت الانظار بشده في كاس العالم وكله بيتهافت عليه. تنزل الكوره وتروح للشناوي محمد الشناوي، وعلى طول اماميه محمد نجيب بدماغه بره الملعب. بعد 4 دقايق و42 ثانيه 43 ثانيه نقدر نقول ان بتروجيت هيزعج النادي الاهلي النهارده، وعلى فتح مبروك انه يقوم، وعلى فتح مبروك يعرف ان المباراه ما هياش سهله بل اصعب من مباراه الزمالك من اللي انا شايفه من نشاط بتروجيت والتشكيل اللي عامله مختار مختار والبدايه القويه في اول 5 دقائق والفرصه اللي راحت في من ضربه حره مباشره كان بالعرض واتلعبت غلط في حلق الجون. كل ده بينم على ان بتروجيت بيحاول انه يقول انا اهو مش هيستسلم في الدوره الرباعيه اللي فيها الاهلي والزمالك وسموحة وبتروجيت، ويتصدرها نادي سموحة بثلاث نقاط بفرق الأهداف عن النادي الأهلي بثلاث نقاط، أما بتروجيت بدون والزمالك بدون حتى الآن. في نفس التوقيت ما تنسوش أن مباراة الزمالك في استاد القاهرة مع سموحة بتتلعب وبتذاع على سي بي سي إكسترا. سي بي سي إكسترا اخترع ولا إيه؟ سي بي سي إكسترا. و طبعا زي ما قلت عامر حسين اخترع كده، بنساله ليه بتلعب مباريات مع بعض؟ قال لك تكافؤ فرص. ما اعرفش ده تشتيت فرص مش تكافؤ فرص ابدا. نقول في المباراه الاخيره ماشي بتاع كلام من ده، انما ما تعرفش ايه الحكايه، كل واحد خايف ان يقول قرار ويحصل منه حاجه فبيقول انا اعمل الضمان الضمان. مش ممكن تنزل الكوره وتروح لسعد سمير. النادي الاهلي الثقه اللي كانت عنده بدات تقول لا انا هراجع حساباتي، وبدا يهتم بالمباراه اكتر. وادي صبري رحيل، وصبري رحيل نزلها لحسام عاشور، حسام عاشور لمانجا، ومانجا لحسام، حسام يرجعها لمحمد نجيب. وضغط من بتروجيت
على طول ضغط ضغط زي ما حضرتك شايفين، ادي على ضغط من مروان، انما سمير يكملها وتروح لبتروجيت. اذا الضغط هو سلاح يعني بتروجيت، والاهلي هنشوف هيهرب من الضغط المستمر للنادي بتروجيت ازاي، ورمي التماس لنادي بتروجيت. أسامة محمد ورمية التماس وضربة رأس ورمية التماس للنادي الأهلي. أدي سعد سمير، هل ضربة رمية التماس للنادي الأهلي؟ أحمد فتحي 7 دقايق. عندنا هنا 0-0 والزمالك وسموحة 0-0. طبعا المعدين بدأوا سعد ومحمد حامد ووليد قاسي ومايكل مجدي، هيمدونا بالنتيجة على طول، وممكن عظيمة يروح قالب كمان بصورة. هنشوف ايه الحكايه لما المباراه تسخن شويه، انما تنزل الكره في نص الملعب على طول عند مانجا يلعبها تروح لنجيب. نجيب يفتح اللعب لصبري، وصبري هاته خد مع حسام عاشور، انما الخد جامده قوي تبقى بره الملعب، ورمي التماس لنادي البتروجيت. واحد يقول لي ايه السجاد اللي على الارض؟ اقول له ده نوع من التمويه، سجاد حطه مدير استاد اسكندريه عشان يغطي القطع اللي في الترتان. يا ريت سياده وزير الشباب يعني يشوف الكلام ده، بس وزير الشباب هيقول لك انا مالي، ده الاستاد ده تبع المحافظه، والمحافظه تقول لك انا ما عنديش امكانيات ان انا اصرف على الاستاد، وبالتالي دائما هذا الاستاد بيبقى في بعض الاحيان يصعب عليك. المهم تروح الكوره لعمرو حسن ونطه كده وفاول من سعد سمير مع مروان، راح وراه في كل حته، ومروان عامل زي ما يكون خد مسطرتين على ايده كده من مدرسه، وسعد مش هيسيب فرصه لمروان ان هو يتنفس، وبالتالي الاندفاع على مروان مش كويس، لان مروان لعيب كويس وذكي وممكن يعني يضحك على سعد سمير. هنشوف ايه الحكايه لغايه دلوقتي، واحنا في الدقيقه الثامنه وبتروجيت مصمم ان هو يقول انا حاجه تانية غير مباراه سموحه، وفعلا هو حاجه تانية. ادي بيتر اللي بيلعب في خط الظهر مكان دبش ومكان يحيى اللي عمل بيهم مباراه سيئه جدا قدام سموحه واتغلب 4-1. تنزل الكوره لسعد، وسعد يلعبها لشريف اكرامي يلعب على طول، ينزل في نص الملعب شبيطه يلم، كان لعيب في النادي الاهلي بس كان ايه ايامي كان في فطاحي حظ وحش، انما لو موجود بمستوى دلوقتي كان زمانه كابتن كبير في النادي الاهلي. وطويله مش لحد ابدا تروح لشريف اكرامي. شريف اكرامي يلعب كوره على طول لسعد سمير، سعد سمير يلعبها لاحمد فتحي، واحمد فتحي بره الملعب قوي. ادي تريزيجيه وادي سعيد كمال، يسيب الكوره لاسامه محمد ورمي التماس لنادي بتروجيت، لعب الكوره على طول وبره الملعب او رمي التماس للنادي الاهلي. حتى الان واحنا في الدقيقه 9 وداخلين على الدقيقه 10، المباراه لسه الفرقتين مفجوعين من بعض، لسه الفرقتين في شيء من العصبيه. النادي الاهلي لسه مهديش ومش عارف لغايه دلوقتي يبقى له دليل، اما نادي بتروجيت فهو ازعج النادي الاهلي بالضغط عليه ونشاطه الملحوظ عكس المباراه الاولى اللي كان النادي الاهلي شافها وجاي مطمن انه هيلاعب تنابله السلطان، اتضح ان مفيش تنابله ولا حاجه. المباراه اللي فاتت كان في الحر او في تشكيل غلط او في ظروف غير طبيعيه. بتروجيت دلوقتي واحنا في الدقيقه 10 نقدر نقول عامل ازعاج كبير جدا جدا للنادي الاهلي، اللي فتحي مبروك بيفكر هيعمل ايه دلوقتي. ادي على طول بامبو، جات له الكره بامبو تعلى تعلى وينزلها وبيمشي وتخبط وتتخطف الكره. بقول لحضراتكم ادي شبيطه ملحوظه ملحوظه، سرعه على طول وضغط على طول، وادي مروان تتخطف من مروان ياخدها على طول النجم والجندي المجهول عاشور، يلعبها على طول اماميه في العمق ويلعبها حلو قوي قوي، تروح لبامبو بامبو بامبو، انما تخبط بامبو وتتصلح لصبحي ويصلح لصبحي وتصلح، ده كان شاط على طول. انما عمرو حسن بكل خبرته وبكل قوته ينقذ فرصه هدف كان جاي قضاء وقدر، يا ريت المخرج هناك يعيده، انما بامبو عمل بيها شغل وخبطت فيه وراحت قضاء وقدر لرمضان صبحي بدل ما يشوط عاوز يلم، ودي عاده فيه على طول ما بيلعبش كوره على طول، عاده انه لازم يوقف الكوره دي مشكلته، وبالتالي لحقه عمرو حسن وخدها منه في لحظة قاتلة كان ممكن يبقى فيه هدف للنادي الأهلي. تتلعب الكورة وضغط
من التريزيجيه على مروان وضربه حره مباشره لنادي بتروجيت. النهارده بقى هنشوف ايه بطوله الجودو والكاراتيه ما بين مروان وسعد سمير. ادي مروان، ادي كريم بامبو، وادي سعيد كمال. ثلاث اربع كور ضربات ثابته بيلعبها، انما ما جراش اسامه محمد تطلع كوره بره رمي التماس. رمي التماس للنادي الاهلي، تتلحق ولا ما تتلحقش، تطلع بره او فاول على سعيد كمال. اذا سعيد كمال النهارده مختار حطه على اثنين اهو، فاول جامد قوي حطه على احمد فتحي وعلى كريم بامبو. شكله لعيب رزل يعني مدافع كويس، او من اللعيبه اللي يعني تنرفزك جوه الملعب، وده بيبقى لعيب فيه المهاره دي مطلوب في بعض الاحيان. وادي شريف اكرامي، وضربه حره مباشره تتلعب على طول اماميه تروح لمحمد الشناوي. لغايه دلوقتي احمد الشناوي وعبد السلام من بتروجيت ما ظهروش على الساحه، وتنزل الكوره على الارض للشناوي يلعبها على طول اماميه هناك عند سعد سمير ومروان. مروان يكسبها بدماغه الكمال، بقول لكم لعيب يعني مجتهد، وعلى طول اهو داخل في اللي ولا عليه وياخدها وزائق، ويبدو راح ياخد انذار، ومن اولها هو بيحط كف على كف سعيد كمال. وانا من الحكم محمود عاشور لازم اديله انذار شفهي الاول كده، لان سعد سمير بياخده معاه، قال له روح يا شيخ كده. وبالتالي ما بقول لحضراتكم هتشوفوا سعد سمير وانواع الجودو والكاراتيه والتايكوندو، وده حد لازم يقول له خلي بالك انت سنترهاف كويس، خش بما كرة القدم بتقول. تروح الكرة لصبحي يغمزها على طول لعمر، يضغط على عمرو، وهنشوف دلوقتي فتحي مبروك هيعمل ايه في الضغط اللي عليه اللي مخليه مش واقف على ارض صلبه لغايه دلوقتي من بتروجيت. بتروجيت نجحت ان هي تخطف المبادره منه في بدايه المباراه بالضغط عليه وفتح خطوطها عليه. هنشوف لغايه دلوقتي فتحي مبروك واقف، يا ريت الصوره تجيبه قاعد يفكر هيعمل ايه دلوقتي، هل هيلعب باتنين راس حربه، هيلعب بنص الملعب ايه، هيضغط ازاي، ما مشاش ثلاث كور على بعض لغايه دلوقتي. والمبادره دائما في ايد بتروجيت حتى الدقيقه 13 من زمن الشوط الاول، وتنزل الكرة لشبيطة ومحور الأداء بتاعهم يلعب على طول لعمرو حسن. عمرو لشبيطة ينزلها للشناوي، الشناوي يغمزها في نص الملعب على طول لفتحي، فتحي يلم وماشي. الضغط بتاع بتروجيت أفضل من الضغط بتاع النادي الأهلي، تروح لعمرو الضغط على عمرو يعدي وهيلعبها بره ويلعبها بره ويلعبها بره ويلعبها بره، إنما ولا بره ولا جوه، وتطلع الكرة بجوار القايم وضربة مرمى للنادي الأهلي. لو بص ورا كان في اتنين ابيض مستنينه، عمرو حسن كابتن بتروجيت ناوي شر النهارده، انما كورته يبدو ان هي خبطت ولا هتروح ايه، بين بيلعب ايه ضربه مرمى للنادي الاهلي. عدى عمرو اهو وجنبه واحد ما اداش، ويلعبها مشت كده بالعرض، وكان بيتفرج عليها سعيد كمال ما تابعهاش او مش مصدق اهو سعيد كمال. وادي مختار بيقول الواد ده ما راحش عليها ليه، وادي اهو جنبه الجهاز بتاعه، يا ريت تقول لنا جهازه مين. تطلع كوره بره الملعب رمي التماس لبتروجيت اللي مسك المباراه من النادي الاهلي، اللي احرج النادي الاهلي حتى الان، اللي اكتر استحواذ واكتر ضغط. وادي فتحي مبروك بيقول ايه اللي جرى ده، انا الفيلم اللي شفته مع سموحه مش هم دول العيال، وهو كان لازم ياخد باله من العمليه دي. وبالتالي هنشوف النادي الاهلي في موقف حرج مع بتروجيت حتى الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول، وضربه حره مباشره لنادي بتروجيت على طول تتلعب على اول قايم على راي المذيع سعيد كمال، على راي المذيع الجزائري الزميل نونو نزوم زيه. بص حضراتكم تاني فرصه، جراح جراح حفيظ يا حفيظ، تتلعب الكره حلوه قوي 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 قوي. وبعدين مين فتحي وداخل معاه احمد فتحي، المدافع بقى المفروض ما يوصلهاش للمهاجم، فرصه هدف اكيد او تاني فرصه اكيده تروح من فراوده بتروجيت، لانه بيلعبوا دلوقتي برضه نفس الحكايه. يبدو ان الزمالك في حاجه كده ضايعه او في حاجه جت عليه، والتعادل بدون اهداف بين الزمالك وسموحه، وعندنا هنا التعادل بدون اهداف بين بتروجيت والنادي الاهلي. لا زال سموحه مأزم الاهلي، ولا زال بتروجيت مأزم الزمالك بالتعادل لكل منهما مع
زموحة مأزم الزمالك وبتروجيت مأزم الأهلي والتعادل أهداف و16 دقيقة وتنزل كورة عند بيتر، بيتر تطلع منه بره الملعب. واحد يقول لي الأهلي عاوز إيه؟ أقول له عاوز يضغط جامد زي ما بتروجيت بتضغط عليه، وبعدين عاوز يمشي كورة بسرعة زي ما بتروجيت بتمشي كورة بالسرعة بتاعتها، عاوز الطرفين يطلعوا زي ما الطرفين بتوع البتروجيت بيطلعوا، زي ما حضراتكم شايفين اهو لازم يتحركوا، ادي صابر رحيل يمشي صبري يمشي صبري يمشي صبري ورجليه جامدة ويشوط وضربة مرمى لبتروجيت. يبقى الأهلي عمل اللي المفروض يعمله في اللعبة اللي فاتت دي فقط، أما قبل كده فكانت الغلبة في الضغط لبتروجيت، الغلبة في الكرات العرضية الخطرة لبتروجيت، أما كرة واحدة خبطت في كريم بامبو واتصلحت لرمضان صبحي قضاء وقدر، رمضان بدل ما يشوط حب يعني يلمها خدها منه عمر حسن، دي الكرة الوحيدة اللي النادي الأهلي دخل بيها داخل منطقة جزاء بتروجيت، أما بتروجيت فنقدر نقول إن هي الأفضل وهي الأخطر وهي اللي تعب الأهلي حتى الآن. وادي نجيب يرجع كرة لشريف وشريف على طول، شريف إكرامي أمامية هناك تنزل وفي زقة على بامبو، ودائما يتكلم دائما يتكلم كريم بامبو وهياخد انذارات على كده وهيبقى لعيب يعني بدل ما الناس النجم ما يتكلمش ابدا، نشوف كده النجوم الكبار ما بيتكلموش، ابص هتتزق وهتتضرب طالما انت نجم فلازم تتحمل وتبقى خبيث عشان الحكم حتى يتعاطف معاه. ضربه حره وهو زائد فعلا، ضربه حره مباشره ليه بتروجيت يلعبها الشناوي على طول، سعد سمير يعليها وفاول فاول وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. على محمد فتحي ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. بصوا بتروجيت النهاردة بتلعب ايه، ما فيش يعني هي مباراة النهاية بتاعتهم النهاردة، فالنادي الاهلي برضه المباراه النهائيه بتاعته النهارده، يعني خدت 3 بونت خالص الموال. ادي سعيد كمال يلم، سعيد كمال يلم يلم سعيد ويلعبها على حدود المنطقه وياخدها سعيد مره ثانيه يفوتها، انما ضربه مرمى للنادي الاهلي. احمد فتحي مش في الفورمه النهارده، سايب سعيد كمال على حل شعره، لسه هنشوف ايه الحكايه بالظبط في هذا اللقاء. وادي استاد اسكندريه و الجميل صراحة، يعني بتلعب الكورة وتروح لسعيد كمال، سعيد كمال ينزلها في نص الملعب للشناوي، تتلعب على طول تروح عند عبد السلام، ضغط بدأ النادي الأهلي يضغط بقى الضغط الغلاسة اللي هم بيضغطوا بيه، غلاسة دي كورة لفظ كروي، يقول لك اللعيب ده غلس يعني ايه، حمى يخش على الكورة ما يسيبهاش او ما يسيبش مدافع، رزل كلام ده كله كلام كورة مش شتيمة. هجمة للنادي الأهلي ورمضان يرجع كورة ورا عند عاشور على طول يلعبها ناحية أحمد فتحي، يلم فتحي يلم فتحي يلم فتحي ويلعبها على طول لعمر اللي نازل في نص الملعب، اللي تنزل على طول لتريزيجيه، تريزيجيه اللي كان لعبها لمنجا، تروح الكورة مرة تانية خلاص تخبط وتروح لبتروجيت، هجمة لبتروجيت، سعيد كمان يلعبها تحرك بدون كورة حلوة قوي، إنما يقطع الأهلي يقطع سعد سمير وتروح لنجيب، ينزلها نجيب في نص الملعب على طول لرمضان صبحي، رمضان صبحي رمضان صبحي يلعبها على طول لعمر لتريزيجيه، تريزيجيه يتحرك كويس قوي رمضان ورا بيتر، رمضان وبيتر رمضان وبيتر رمضان ويعدي، واول ضربه وثنيه للنادي الاهلي بعد 20 دقيقه من زمن الشوط الاول، واول هجمه لها طعم ومعنى للنادي الاهلي بعد 20 دقيقه من زمن الشوط الاول والتعادل من الاهداف. دايما انا بقول رمضان صبحي لو جبته يخترق من العمق خطره، برجاله واسع بيقدر يتصرف، رميه على الطرف خطورته بتروح بيعدي، بس ده ولد بيعدي يخش، هنشوف لسه بدري عليه قوي ويجي له مدربين اللي يفهموا امكانياته كويس قوي، انما النادي الاهلي دلوقتي عاوز طرف بيلعب بيه، انما انت النهارده حطه سنتر فيلد هتستفاد منه يمشي بالكره كويس. وضربه ركنيه للنادي الاهلي على طول صبري رحيل والشناوي ترى غلط ومفيش حد غير بتروجيت، يطلعها على طول دافع وتنزل وهوى ويعلي وضربه ومنطقه الجزاء فيها ناس واقعه، وفتحي بيقول له خلي بالك في واحد واقع هناك، وفعلا صفر الحكم ان في واحد واقع على الارض هناك بشكل كده، اسامه محمد تقريبا هنشوف ان شاء الله يقوم سليم، ده مروان مروان راجع يساعد ورا خد واحده كده يعني في وشه، انما ان شاء الله يقوم سليم. اهو الكره اللي فاتت دي البوكس ده
جه في وش مروان من زميله الشناوي. على فكره عندنا في محافظه اسكندريه لازم نعمل تمثال والله العظيم للواء طارق المهدي، يعني ده مش نفاق. للطريق اللي عمله الجديد مدخل اسكندريه، طريق سيدخل بيه التاريخ محافظ اسكندريه الحالي، عمله في ظروف غير طبيعيه وضرب ورقع وكده، وعمل صرف مغطى وكلام من ده، ناقص على الحلو دقه بس هو يروح بقى ويشوف الفينش. يعني 30 كيلو جميله جميله، مدخل اسكندريه الصحراوي بعد ما الناس كانت قاعده تسب وتعمل، النهارده بتقول يعني المحافظ تمام يعني في الفتره السابقه وصبروا ونالوا 30 كيلو زي الحرير ان شاء الله. وسع الطريق، دخل الطريق جزيره كويسه، الترع اللي حواليه صرف الغاب مغطى يعني، لكن ناقص الفينش. الفينش بقى لازم يقف هو سيادته اللواء طارق المهدي. التعادل بدون اهداف، وبتروجيت بتصحصح على النادي الاهلي، واعتقد ان لا زال سموحه مصحصح على الزمالك لان هناك بدون اهداف برضه، والمباراه فيها نوع من النديه لكن في نص الملعب فقط. كل مدرب رامي يعني لعبته على مفاتيح اللعب الاخرى، وبالتالي ناجحين ان هم يشتبكوا في نص الملعب فقط، والهجوم يعني قليل جدا من كلا الفريقين حتى الان. تتلعب الكوره وتروح لبيتر من احمد مجدي، تنزل والطرفين بتوع بتروجيت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده مخترقين، وتصويبه من بعيد قوي قوي قوي، انما جامده. يمسكها شريف اكرامي، هل هي من محمد عبد السلام ولا مين ده اللي هنشوف بالظبط؟ لازم نقول ان الطرفين بتوع نادي بتروجيت عاملين قلق كبير جدا هجومي ودفاعي، يعني الطرف محمد عبد السلام والطرف سعيد كمال عاملين وموقفين صبر رحيل واحمد فتحي في نفس الوقت بيهاجموا، يعني مش دفاع بس، انما الطرفين بتوع نادي بتروجيت عاملين مشكله للطرفين. النادي الاهلي لغايه دلوقتي النادي الاهلي اطرافه يعني واقفه ما بيلعبوش، عشان كده مش لاقيين اي خطوره، عشان كده عمرو جمال يعني ملوش اي وجود من الكرات العرضيه. ادي كوره اهو خناقه تعدي الكوره وماشي عمرو عامل ماتش كويس قوي الباك اليمين، والكره عرضيه ويبص غلط قوي 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 سعد سمير، لو اي حد قابلها او اي حد كان هيقابلها لولا احمد فتحي ضاغط على الاهلي انه ياخد باله، والا هتبقى مشكله بالنسبه له. والعارضة تتعاطف مع النادي الاهلي في الدقيقه 23. صاروخ صاروخ صاروخ، هنشوف مين مصاد الصاروخ ده، هو شكله كده محمد فتحي او اسامه محمد، هنشوف صاروخ ارض جو يخبط في عرض الاهلي وشريف اكرامي في الدقيقه 24 من زمن الشوط الاول. العنايه الالهيه تنقذ شريف اكرامي والنادي الاهلي من هدف جميل جدا من قذيفه جامده جدا جدا من لاعب خط وسط اما محمد عبد السلام او احمد الشناوي، هنشوف مين اللي اطلق هذه القذيفه الجميله اللي خدناها على سهوه كده، والمخرج هناك مش عاجباه القذيفه دي فمش عارف يعيدها تاني ولا ايه. هنشوف الاهلي في مأزق وفي احراج لمدة 24 دقيقة، وبتروجيت عاملة احراج كبير جدا، وادي كرة تعدي من صابر رحيل ورمي التماس لنادي اهو، دي كرة اهي قنبلة، ده اسامة، دي بتاعت اسامة، دي بتاعت اسامة، دي بتاعت اسامة، اسامة اسامة حظه وحش قوي قوي قوي، قنبلة من اسامة محمد في الدقيقة 24 تصدى لها العرضة للنادي الاهلي. والنادي الاهلي بقى لو ما خدش باله وفاق اعتقد ان بتروجيت هتصحى عليه وهي صح جاهزة. ادي اسامة وادي على طول مروان، انما اللي داخل على الكورة الشناوي تتخطف الكورة، خطوط الاهلي هذا اللقاء مفتوحة عنه مكان في الزمالك، بص مفتوحة ازاي، ونادي بتروجيت بيهاجم بخطوطه في العمق، يعني في بيخش محمد فتحي وبيخش الشناوي بيخش عبد السلام بيخش سعيد كمال بيخشوا مع مروان محسن حسب ظروف اللعبة وامكانيات اللعبة. اذا فتحي مبروك عليه انه يقوم، وعليه انه يصحصح حسام عاشور وتريزيجيه ونبيل مانجا، عليه انه هو يضغط في الامام، عليه حاجات كتيرة جدا، انه هو لازم يصل الى مرمى الشناوي. ادي هو تتلعب الكورة، ادي جهاز بتروجيت قاعد وماسك اعصابه، هو الافضل هو الاحسن والاكثر فرص، ولكن النتيجة لازال التعدد اهداف، ولازال النادي الاهلي بيفكر ايه اللي حصل، احنا ما كناش عارفين عاملين حساب الناس دي ايه اللي جرى ايه اللي فيه ايه ما تعرفش. النادي الاهلي لغايه دلوقتي لسه بيسال نفسه، ادي محمد نجيب ومش عارف يحل اللغز بتاع مختار بتلعب الكوره، هل هيشوط ويشوط، حلوه حلوه حلوه، ده صبحي ده اهو قام الراجل اهو شكل شاط، ده صبحي هنشوفه، ان ولد لازم يبقى في العمق، ده لازم يبقى في العمق،
راجل رمضان صبحي لازم يبقى في العمق، واهو شوف حضراتكم اهو يشوط رمضان هو في الحته دي اهو. يعني احنا كنا مدربين وعارفين الراجل ده مظلوم بالطرف، ده راجل عاوز يبقى راس حربه، عنده الامكانيات والطول والاختراق. الاهلي صح بعد كره قذيفه في العارضه وادي ممكن يجيب جون. يا راجل بترفص ايه؟ الترفيصه دي ليها ناسها، التمويهه دي ليها نفسها، لازم ترفص وانت بتجري، انما مين اللي رفص ده؟ هنشوف. ادي مانجا صح واهلاويه والتعادل بدون اهداف و26 دقيقه حلوه من كلا الفرقتين خاصه بتروجيت، بقالنا دقيقتين بنقول النادي الاهلي وبدانا دقيقتين بتروجيت مزنوق في نص ملعبه، وكوره من رمضان صبحي تطلع فوق العارضه وادي على طول عمرو يلعبها في نص ملعب لحسام عاشور لمانجا تنزل، وسموحه احرزت هدف. مين اللي جاب هدف؟ سموحه علاء علي سموحه يا علاء علي لاعب نادي الزمالك السابق، هدف في مرمى نادي الزمالك. يبقى الزمالك وسموحه واحد والزمالك لا شيء. علاء علي في الدقيقه تقريبا 25 من زمن الشوط الاول، ادي الهدف اهو علاء وهدف في مرمى. ادي حلوه من مودي لعلاء علي، عدى الراجل، عدى من طلبه، طبعا فرق كبير قوي بين طلبه وعلاء، ده غزال وده عاوز يخس كتير، عدى وبص فرق اللياقه وبصهم الشعبط فيه، وهدف جميل 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 من مودي. يلعب مودي، السرعه هنا السرعه بسلاح سموحه، وهدف يعاني منه بقى نادي الزمالك حتى. اما عندنا هنا ادي يعني هدف حلو جدا جدا، وحماده السيدي بيقول لهم هو في ايه؟ بيقولوا له جون. واقف بيقول لهم في ايه يا جماعه؟ قالوا له جون يا كابتن. المهم سموحه متقدم على نادي الزمالك بهدف جميل من تمريره لمودي لعلاء، استغل سرعته وعدى من طلبه واحرز هدف لا يصد ولا يراد. اما عندنا هنا لازال التعادل قائم بدون اهداف بين نادي بتروجيت والنادي الاهلي، واحنا في الدقيقه 28 من زمن الشوط الاول. تتلعب الكوره وتنزل لسعد سمير، سعد سمير ماشي ويلعبها على طول نادي الاهلي، بدا يلاقي نفسه. ادي بامبو اللي تاه في الملعب لانه مش واخد واجب، وانه هو بدا يلعب على الواقف، كان الاول بيستلم ويروح، دلوقتي بيستنى الكوره. هنشوف ايه بالظبط في الكوره اللي فاتت ديت. ادي بامبو اهو والراجل داخل جامد مكمل معاه محمد عبد السلام، وفاول وضربه حره محمد عبد السلام اهو داخل جامد مع بامبو. وادي ضيوف المباراه والتعادل بدون اهداف بين بتروجيت والنادي الاهلي. الحكام بيجروا كتير قوي رغم انهم ما قبضوش كتير، ما قبضوش لغايه دلوقتي الحكام والمراقبين، الحكام ما قبضوش لمده طويله قوي قوي على فكره، يعني البث الفضائي عامل شغل سلبي كبير جدا. وادي المباراه على وجوه الصحفيين وعلى وجوه الناس كلها دلوقتي سواء اهلاويه او زملكاويه او من سموحه او بتروجيت، كل قاعد عاوز النتيجه، كله قاعد عاوز نتيجة. طبعا لما تكون المدرجات خاوية كلمة دي لازم هي اللي بتحرك مشاعر الناس، انما كل واحد قاعد مع نفسه كده، اذا كان اهلاوي عاوز 3 نقاط، اذا كان زملكاوي عاوز 3 نقاط، سموحة عاوز 3 نقاط وهي معاه لغاية دلوقتي 3 نقاط، بتروجيت مختار عاوز 3 نقاط، فكله بيقعد فتصان مع نفسه. فاول وضربة حرة مباشرة لبتروجيت، وادي واقع مانجا على الارض. النهاردة نص ملعب نادي الاهلي مش هو دفاعيا، حسام عاشور مع تريزيجيه مع نبيل مانجا مش هم متفوقين عليهم، فتحي وشبيطه والشناوي وعبد السلام وسعيد كمال، بس ملعب بتروجيت متفوق عليهم في الضغط واستخلاص الكوره. الاهلي بقاله 5 دقائق بدا يستلم وبدانا نشوفه في الكادر. احمد فتحي بيلعب على الواقف حتى الان، مالوش الا كره واحده غطاها مع سعد سمير، مش هو ده احمد فتحي النهارده، مش هو ده صقر الحيل الناحيه الثانيه. واحد يقول لي ايه اللي حصل في مباراه، اقول له طرفين النادي الاهلي النهارده ما نايمين في العسل نوم حتى الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول، والسبب ايه؟ ان متحجمين من سعيد كمال ومن عمرو حسن او محمد عبد السلام، متحجمين فمش قادرين يطلعهم، وبالتالي النادي الاهلي مالوش، عنده حته بحالها واقفه. تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب، مانجا على طول تريزيجيه يرجعها لشريف اكرامي، شريف اكرامي
لصبر رحيل، على صبر رحيل انه يشد حيله شويه او ينزل شديد قناوي بقى على اساس انه اخف منه في الناحيه الهجوميه. فين سيد معوض ملك الحته دي حتى وهو بيزك وبيعرض وكنا بنقول عليه انما بيقدر يتصرف هجوميا، وادي ضربه مرمى لبتروجيت. يعني في ميزه لسيد معوض بيقدر ياخد المكان وبيقدر يصرف مكان، لكن لما بيعوز يعدي بقى لازم يقول اللي قدامه عن اذنك عشان اعدي. يوم لما يقولك عن اذنك يبقى يوم مش معدي، انما لما بينطلق ويشيل على طول اعطى السيد مدير امن اسكندريه اللواء امين عزت واللواء ناصر عبد، الاثنين دول ما شاء الله ما شاء الله في اسكندريه قاعدين زي الاسوده الاثنين اهو، وهم اسوده فعلا. اللواء عز الدين مدير امن اسكندريه واللواء ناصر العبد مدير مباحث اسكندريه، الاثنين لهم صولات وجولات في عوده الامن في اسكندريه، ومش بكلام نفاق ولا اي حاجه، اسالوا شعب اسكندريه مع اللواء المهدي عاملين مثلث جميل جدا جدا، ومعاهم اللواء رمضان حكمدار اسكندريه ايضا. تتلعب الكوره وتروح ناحيه الشمال والعرضيه وضربه راس، ولكن في فاول ولا في ضربه ركنيه. اول كوره توصل لعمر اهو جمال من كوره، اول كوره عرضيه، وعمر كمال ما يكدبش خبر والشناوي يطلعها ضربه ركنيه. اذا الطرفين بتوع النادي الاهلي هم السبب في ان عمر جمال ما يظهرش، لازم فتحي مبروك يشوف ايه الحكايه دي. هنشوف ضربه ركنيه للنادي الاهلي اللي صحصح بقاله خمس دقايق، وصبر رحيل وضربه ركنيه وتصلح حلوه حلوه لرمضان، انما راح لها متاخر وطلع عليه الشناوي. الاهلي فاق، ولكن فاق في اخر المباراه وبعد بالظبط يعني دقيقه 28 كده وهو فايق، وضربه ركنيه للنادي الاهلي على طول. تريزيجيه وضربه ركنيه للنادي الاهلي، ضربه ركنيه للنادي الاهلي وضغط من النادي الاهلي وصحصحه من النادي الاهلي، وتريزيجيه يلعبها فين؟ بصوا فين، تروح الكره على طول ناحيه نجيب اللي كان طالع قدام، تتلعب عكسيه حلوه قوي لتريزيجيه. ولد لعيب، ولد لعيب، لعيب استقبلها ولعبها حلوه قوي، انما بجوار القايم على طول تريزيجيه طلعها محمد الشناوي. الاهلي بقى لهم لا بقى ده انا الاهلي، طيب ماشي يا عم الاهلي، ثلاث دقايق وبال على مختار مختار، ادي منها دي اهو والتصويبه، وعلى طول تلمس ايد الشناوي وضربه ركنيه ثالثه في دقيقه واحده، تتلعب سياره وتتلعب حلو قوي، هيشيل يلعبها وحش قوي وتبقى هجمه مرتده لبتروجيت، هجمه مرتده. وهنا السرعه بقى، السرعه، هل هيكون فاول؟ هو قال لك اريح نفسي بفاول ضد محمد عبد السلام، هل يستحق الانذار؟ ده ما حسبش حاجه، الله دي العربيه داسيته يا جدعان، ده الراجل الداس الداس داس علني. هنشوف ايه الحكايه. حسين ادوس، ادي عبد السلام، وادي فتحي، فتحي اداله واحده كده مقعده في القانون في كتف انما مفيش مقعده، بصوا وهرسه كمان. المهم العاشور قال لك لا ده الكابتن فتحي، بص هرسه، يا ساتر يا ساتر، ده بالدبل ده بالدبل انما ما حسبش حاجه محمود عاشور، وقام هو الحمد لله محمد عبد السلام صحه كويسه، زي ما يكون كده فتحي بيقول له انتم موقفيننا يا اخي، ايه انتوا حكايتكم ايه؟ 34 دقيقه من زمن الشوط الاول الجميل من كلا الفرقتين. بتروجيت بدت النادي الاهلي لمده 20 25 دقيقه، وارتدت كره اسامه من العارضه، ثم فاق الاهلي منذ الدقيقه 25، والشناوي شال كورتين من عمرو ومن تريزيجيه، وبدا النادي الاهلي يخش في عمق دفاعات النادي بتروجيت. اهو ادي صبري يلعب على طول في نص الملعب عند حسام عاشور، حسام عاشور، حسام عاشور على طول ناحيه الشمال هناك عند مانجا، ينزلها وتروح مره ثانيه لصبري، ترجع مره ثالثه، ضغط كويس قوي من بتروجيت، انما تتلعب حلو قوي 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 قوي، يلف حوالين نفسه صبحي ويجري عشان ياخد الكوره، تنزل حسام عاشور يلعبها بقى على بطن رجل، الله يا بامبو، انما جت على رجل الشمال عملها على اليمين، فرصه هدف دلوقتي في اللحظات دي. عمرو يرجع الكرة في نفس الملعب، ضغط من النادي الاهلي عاوز يفش غله، تتلعب من رحيل، تنزل لعمرو بيلف كويس، الله اللي احمد فتحي يلعب بيتر 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 بيتر، يطلع كرة عرضية بره الملعب، رمي التماس. الاهلي عاوز يجهز على بتروجيت في الدقيقة 35 وبيفش غله فيه، وتتلعب الكرة ورمي التماس لبتروجيت. اذا النادي الاهلي صحصح مره ثانيه، وجاب محمد جاب رمضان صبحي ناحيه اليمين هنا، وهنشوف يعني فتحي مبروك يعني بيغير في مراكز اللعيبه، تنزل لعمرو، عمرو يلف وبيلف وسطه كويس قوي، عاوز يوسع لنفسه، انما
تطلع كوره بره الملعب اوت. الاهلي مسك المباراه من بتروجيت ماسكه جامده قوي، وادي احمد مجدي طلع كوره بره الملعب. لو اتحرك احمد فتحي الاهلي هيبقى ليه شان تاني وهيبقى ليه خطورته مره تانية. ادي احمد فتحي يلم، احمد فتحي عاوز يعدي وعاوز يعدي وماشي ويغمزه حلوه قوي قوي لصبحي. صبحي صبحي الله على الترقيصتين وضربه. شفتوا بقى ده لو في العمق رقص وروح، انما هو زنقينه على الاطراف. اللعيب ده بتاع عمق ما عنده على طول يرقص ويروح يرقص ويبص. حضراتكم ادي فتحي يلعبها وبص عنده مقدره دي لو في العمق. بص كان راح، بص كان راح، انما مزنوق وتطلع كوره بره الملعب. احمد مجدي يطلعها ضربه ركنيه. الاهلي اقدر اقول على اعتاب هدف، انما الشناوي يقول لي لا، يطلع ويضرب الكره بالبوكس وتنزل عند تريزيجيه، تنزل بيدور عليها ما لقاهاش، وهجمه مرتده لبتروجيت، مهاجمه مرتده بتروجيت، شبيطه يلعب على طول ناحيه الشمال عند كمال، يلعب على طول عرضيه بيلعبوا حلو قوي 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 ناحيه اليمين، توصل لمحمد عبد السلام يشوط وتصلح. مين هنا مين هنا مين هنا مين هنا؟ وضرب الجزاء ولا ايه؟ صفر ضرب الجزاء على النادي الاهلي، ضربة جزاء في الدقيقة 37 ضد مروان، بيصفر عليها محمد عاشور ضربة جزاء من هجمة مرتدة محمود عاشور. بص حضراتكم ضد مروان نشوفها مرة تانية، ما شفناش نشوفها مرة تانية ما تعرفش. ضربة جزاء ليه على احمد فتحي، لفه بايده واعتبرها على طول ضربة جزاء على احمد فتحي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول. عكس اتجاه المباراة، الأهلي ضاغط والأهلي أكتر فرص، الكل طلع عشان في الكرات العرضية سابوا مكانهم الطبيعي في الدفاع. هجمة مرتدة تصل الكرة في العمق، أحمد فتحي يلف مروان يصفر محمود عاشور ضرب الجزاء مروان محسن، وضرب الجزاء ليصدها يصدها يصدها شريف إكرامي يصدها شريف إكرامي. عاوز أشوف أنا مختار، عاوز أشوف شكل مختار دلوقتي، مختار وهو مضيع ضربة الجزاء. أنا لو مخرج لازم أجيب الكاميرا عليه على طول أشوف مختار. أما شريف إكرامي بطل ينزل ويمسك الكورة، ومشاهدي النادي الأهلي في سي بي سي 2 في الدقيقة 38 يتنفسوا الصعداء بضرب الجزاء صدها شريف إكرامي. أهو شوفوا حضراتكم أهو من الأعماق بيسقفوا لشريف. نفسي أشوف مختار وانفعاله في هذه الضربة اللي يعني فرصة عمر بتروجيت النهارده ان هي كانت تخش في المباراه، وهي عامله ماتش كويس على طول تمشي الكره والكره العرضيه يطلعها مجدي وتنزل مره ثانيه وترقيصه، انما في صفار. سموحه يحرز الهدف الثاني، وحماده صدقي بيقول لهم لا انا مش عاوز اثنين بس، ولا اتلغى ده ولا ايه؟ ايمن اشرف يحط الهدف الثاني. ايمن اشرف ده الباك الشمال بتاع نادي سموحه، ايمن اشرف ويبقى كده يعني 2-0 لسموحه. ادي الهدف اهو، ادي ايمن يمشي ايمن ويلعبها وياخدها مره ثانيه، رجليه ثقيله ده في يلعب في النادي الاهلي رجليه ثقيله. بصوا ماشي من العمق برده، من العمق العمق الدفاعي لا زال يعاني نادي الزمالك منه العمق الدفاعي. بص الراجل ماشي اهو، فين العمق الدفاعي؟ هو ده العمق الدفاعي، عدى من فتح الله كالعاده، عدى كالعاده ويدي الهدف. العمق الدفاعي عشان كده المستشار مرتضى منصور اشترى سنتر هافات واشترى ناس كتير جدا للنادي الاهلي من غير عمق دفاعي طوال الموسم، والله يكون في عون ميدو وجماهير نادي الزمالك. 2-0 لصالح سموحه في اسكندريه، اما في استاد القاهره هنا فالتعادل بدون اهداف بين بتروجيت والنادي الاهلي. واضاع مروان محسن ضربه جزاء في الدقيقه 39 من او 38 من زمن الشوط الاول، ضربه جزاء مروان محسن ابن ثروت محسن لاعب النادي الاهلي والزمالك والطيران والاهلي. وادي بصوا يعني برجله واسع. رمضان صبحي هفضل اقول لغايه لما الناس تقتنع، وانما هنشوف ايه الحكايه بالظبط. التعادل بدون اهداف و 40 دقيقه من زمن الشوط الأول. الجميل من جانب الفرقتين أحمد فتحي ربنا بيحبه أنقذه مروان، قال له ما تزعلش هضيعها لك، وأدي على طول بامبو، وأدي بامبو كريم بامبو وتصويبة وفوق. إذا نقدر نقول ملخص ال 40 دقيقة منها 25 دقيقة بتروجيت أحرج النادي الأهلي وارتدت
الله، الكرة بتاعت أسامة محمد من العارضة، النادي الأهلي دخل في مباراة هجوميا بعد 26 دقيقة وبدأ يحرج النادي البتروجيت، وشناوي شال له كورتين ثلاثة، ثم ارتدت كرة في الدقيقة 38 ضربة جزاء على النادي الأهلي، أضحى مروان صدها شريف إكرامي لتعود المباراة مرة أخرى سجال بين بتروجيت والأهلي والتعادل بدون أهداف. أما في استاد اسكندرية فسموحة متفوق على نفسه وعلى نادي الزمالك بهدفين لعلاء علي وأيمن أشرف، ومفاجأة كبيرة جدا 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 إذا فاز سموحة بأساس نقاط، يعني الأهلي الزمالك خرج برا المنافسة وسموحة دخل بقوة جدا. اللي هيقابل بقى يوم الاثنين الجاي النادي الأهلي، ماذا تقول نتيجة النهاردة؟ هل الأهلي يفوز ويروحهم ومع سموحة الاثنين القادم ويبقى إيه بالظبط؟ هل بتروجيت تعملها وننتظر الأهلي مع سموحة؟ كل الاحتمالات النهاردة يعني موجودة، إنما المفاجأة كبيرة 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 إن سموحة فرس الرهان فاز 4-1 على بتروجيت، ثم فاز حتى الآن على أو متقدم حتى الآن على الزمالك بهدفين لا شيء. أما بتروجيت النهاردة فبيحاول أدي ضربة الجزاء اللي يعني مروان مش ضيعها، اللي شريف صدها في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول اللي احنا فيه. وقع على الأرض لاعب أو طلع يتعالج بره من الزمالك، أدي السيد اللواء مدير الأمن أمين عز الدين والسيد اللواء ناصر العبد يتقدموا يعني الصحفيين ومسؤولي اسكندرية في استاد اسكندرية، وأدي ضربة رأس وأدي كرة اللي دي معادة على فكرة اللي كان رمضان صبحي يعني أو كان واقف أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة اتلعبت الكرة ومسكها رمضان مش الشناوي يضيع وقت ولا ايه. نلعب في الدقيقة 42 و8 اهو 43 دقيقة من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف، ونجح النادي الاهلي انه يستعيد مرة تانية المباراة من بتروجيت اللي كانت احرجت النادي الاهلي احراج جامد قوي في الشوط الاول وكادت تحرز اكتر من فرصة، والعرض انقذت النادي الاهلي. النهاردة مانجا مش مانجا، مانجا النهاردة مش مانجا، وتريزيجيه مش تريزيجيه، الاثنين ما لهمش وجود، واحمد فتحي النهارده ما بيقومش واجبه الهجومي، في اكتر من نجم في النادي الاهلي مش مستواه هذا اللقاء، عشان كده بتروجيت يعني ايه ماسكه المباراه وعامله جيم كويس، انما الاهلي كعادته يعني لما بيحس بالخطر بينتفض كله، الاهلي انتفض منذ دقيقه 26 من هذا الشوط وبيحاول وفاول وضربه حره مباشره لمحمد عبد السلام اهو، مختار حاول ان هو يغزو الاهلي من نص الملعب ان هو يخش في العمق، نجح تماما في الشو في ال 20 25 دقيقه الاولى الى ان بدا يفوق نص ملعب الاهلي حسام عاشور وتريزيجيه ونبيل مانجا وكريم بامبو، وبداوا يشاركوا في الضغط استعادوا المباراه منهم، وصد شريف اكرامي ضربه جزاء من مروان محسن وضربه حره مباشره لبتروجيت. في تغيير هينزل رقم يطلع أسامة محمد صاحب القذيفة وينزل رقم 18 السيد حمدي، السيد حمدي هشام ابو خليل، هشام ابو خليل السيد حمدي ايه هشام ابو خليل يعني ايه المعدين بيتك قوي على هشام ابو خليل، ابو خليل يعني نقرا في البخاري ماشي، هشام ابو خليل نزل مكان اسامه محمد، وكده اسامه قال لك احترم نفسي واطلع لان الاهلي كده هيكسر على انيابه، وبدا يشوف انما كتر خير خير اسامه من اللعيبه كويسه جدا جدا، دقيقتين وقت بدل ضائع من زمن الشوط الاول ما بين بتروجيت والاهلي، ملاحظين ان انا بقول بتروجيت في الاول لان بتروجيت هو النهارده صاحب الملعب زي ما كنا بنقول الزمالك والاهلي، والاهلي كان صاحب الملعب، كل ده قرعه معموله اتعملت في لجنه المسابقات عند عامر حسين، وبالتالي ما فيش خطا ابدا في ذكر اسماء الاول. التعدد الاهداف بين الاهلي وبتروجيت، واول كره بدات اهو بدا رحيل يخش انما يخش احمد مجدي ويطلع الكوره بره الملعب اول. تتلعب الكوره وتنزل وتروح على طول الاهلي والكره العرضيه بامبو وتطلع كوره بره الملعب بامبو، وكان يعني بيعصلك فيها كده عصلكه اشبال، وصبري بص لما الطرفين بتوع النادي الاهلي بيشتغلوا بامبو داخل مع بترو وانما بامبو يطلعها فوق. يعني محمد عبد السلام راح مكان
رقم 14 مكانش مكان اسامه محمد، خده رجعه باك محمد عبد السلام، وبقى هشام ابو خليل. هل هيبقى طرف شمال؟ مباراه الزمالك وسموحه في استاد القاهره انتهت بتقدم سموحه بهدفين لعلاء علي وايمن اشرف. هنا في استاد القاهره لازال التعادل بدون اهداف بين بتروجيت والنادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع. بتروجيت صحصح لمده 25 دقيقه واحرج النادي الاهلي في نص الملعب بالضغط عليه، لخفن النادي الاهلي، النادي الاهلي اتلخفن فعلا. بعد الدقيقه 25 النادي الاهلي دخل في مباراه وبدا يمسك نص ملعب، وبدا اطرافه تتحرك وبدا يوصلهم الى مرمى بتروجيت، والشناوي شال اكتر من كوره في الظل الاهلي وهو بيضغط. جت ضربه جزاء لمروان والكوره دي اوفسايد، واهو ضربه حره غير مباشره على محمد عبد السلام اللي جه طرف شمال مكان اسامه. واخيرا يصفر الحكم محمود عاشور بانتهاء الشوط الاول الجميل بتعادل بتروجيت مع النادي الاهلي بدون اهداف. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي الكابتن احمد شوبير، وهيئه محللي سي بي سي 2 كابتن ايمن يونس، والكابتن محمد يوسف، الكابتن حسن مسكاوي غياب، فالى هناك. Thank you.